وفي نشرة سابقة قالت الأستاذة سارة أحمد العمادي مدير التسويق والترويج في صادرات البحرين، قالت إن صادرات البحرين وعلى الرغم من جائحة كورونا سهلت للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة عمليات التصدير إلى 30 سوق عالمية. طبعا خلال هذه الأوقات الصعبة صادرات البحرين ولله الحمد سهلت العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة عمليات تصدير إلى 30 سوق عالمي من عام 2020 وحتى مارس 2020 لتشمل أسواق مختلفة مثل كندا، الدنمارك، أستراليا، تنزانيا، المكسيك وغيرها من الدول. طبعا من خلال مساعدة الشركات على إنشاء خطط احتياطية تحميهم من أي تحديات تواجههم، وأيضا تم مؤخرا طرح خدمة دعم المصدرين الجدد والتي تعتبر من أحدث حلول صادرات البحرين لتهيئة المصدرين لأول مرة أو الراغبين طبعا بتصدير خط جديد من الخدمات والمنتجات. طبعا صادرات البحرين ساهمت منذ التدشين في دعم مؤسسات قائمة في مملكة البحرين للتوسع للنطاق العالمي بإجمالي صادرات تجاوزت قيمتها 90 مليون دولار أمريكي فقط لغاية منتصف يونيو 2021. نعم. والأرقام راح ترتفع بإذن الله أكثر خلال الفترة القادمة. فإجمالي الصادرات يشمل أكثر من 45 فئة مختلفة من الخدمات والمنتجات في 10 قطاعات تم تصديرهم إلى أكثر من 50 دولة.